تمكنت مصالحي بأمن دائرة وقنون تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تكزيرت، وعملا بتوجيهات السيد رئيس أمن ولاية تيزي وزو من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تزوير وتقليد النقود بالعملة الوطنية كانت تنشط عبر إقليم ولاية تيزي وزو، استغلالا لمعلومات مفادها تداول أوراق نقدية في عدة مناطق من الولاية. باشرت المصلحة التحريات التي مكنتها من تحديد هوية هؤلاء الأفراد، حيث أعدت خطة محكمة تم من خلالها توقيف 3 أشخاص بحوزتهم 516 ورقة نقدية من فئة 2000 دينار جزائري، أي ما يعادل 1,032,000 دينار جزائري مزورة. كما تم استرجاع 3 مركبات سياحية مستعملة من قبل أفراد هذه الشبكة في تسهيل التنقل والفرار، بالإضافة إلى أغراض أخرى ذات صلة بالقضية.